ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مساء الخير مجدي. إذن مكالمة أو اتصال افتراضي بين عدد كبير من أعضاء مجلسي الكونغرس ومسؤولين آخرين مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. دعنا في صورة هذا الاتصال والمساعدات التي وعد الأمريكيون تقديمها بشكل عاجل إلى أوكرانيا. مساء النور مهند. اتصال في غاية الأهمية في الحقيقة، يعني شارك فيه حوالي أكثر من 300 شخص ما بين السيناترز، غالبية أو كل السيناترز 100 من الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين شاركوا فيه، مساعدين السيناترز طبعا أعضاء مجلس الشيوخ، وأيضا بعض الأعضاء كان في حديث حتى من مجلس النواب كانوا في مشاركة في هذه المكالمة الافتراضية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. الاتصال هام لماذا مهند؟ لأن بعد هذا الاتصال سلسلة من المواقف للمشرعين الأمريكيين على طرفي الحزبين سواء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي خرجت لتؤيد زيلينسكي بالعديد من المطالب. نعم هم توقفوا عند موضوع فرض منطقة حظر جوي أو إغلاق المجال الجوي الأوكراني، لم يأتي الموافقة على هذه النقطة، ولكن في المقابل كان هناك تأييد كبير جدا مهند لنقاط أخرى، تزويد أوكرانيا بطائرات، تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة، تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات المالية كما سبق وأشرت أنت في هذه النشرة. هناك طلب من البيت الأبيض ب10 مليارات دولار، يبدو أن هذا الطلب سيتم الموافقة عليه من الكونغرس الأمريكي لأن هناك تأييد كبير جدا من الحزبين، أمر مستغرب والمبلغ كبير جدا، وفي ظل الحديث يعني عن موضوع العجز المالي والتضخم وكل ذلك، ولكن يبدو أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين عازمين وجاهزين لدعم أوكرانيا بهذا المبلغ المالي الكبير جدا، إنسانيا عسكريا وكذلك اقتصاديا. أيضا في حديث عن نقطة قد تكون يعني هي الأكثر ضخامة أو هي اللافتة بشكل كبير، المطالبات من قبل زيلينسكي مهند بقطع إمدادات أو إيقاف بالأحرى وهو التعبير الأصح، إيقاف الصادرات الروسية من النفط والغاز، يبدو أنه يلقى أصداء كبيرة جدا هنا وأيضا من الحزبين، وضغط كبير جدا على إدارة بايدن لوقف هذه الصادرات الروسية من النفط والغاز ووقف التعامل مع روسيا بهذا الخصوص. ولكن الإدارة إدارة بايدن يعني هي هناك تقارير أنها غاضبة من هذا الضغط ولا تريد أن تستعمل هذه الورقة، تريد أن تحتفظ بهذه الورقة في جعبتها للأيام المقبلة كورقة ضغط دبلوماسية على موسكو، على الأقل إن لم تكن تقوم موسكو بوقف عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا ستحاول أن تحصل واشنطن على الأبرز والأفضل دبلوماسيا معها. وبالتالي اتصال لافت جدا مهند، ويبدو أن نتائج على الأرض منتظرة ابتداء من يوم الاثنين المقبل تحديدا من مبنى الكونغرس. طيب مجدي، بمناسبة الحديث عن مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كان هناك كما نعلم في بداية هذه الأزمة قبل اندلاع الحرب انتقادات وجهت لإدارة الرئيس بايدن بسبب ما رآه البعض ضعف في التعامل مع الرئيس بوتين ومع روسيا وكل هذه الأمور. الآن مع بداية هذه الحرب، هل أصبحت المواقف من الحزبين أكثر انسجاما مع مواقف الإدارة الأمريكية أم أن الانتقادات ما زالت توجه لإدارة السيد بايدن؟ هذه نقطة لافتة. بداية مهند، نسب شعبية بايدن ارتفعت بعد خطابه في حالة الاتحاد وبعد الأزمة الأوكرانية، الآن يقف عند حوالي 47% من المؤيدين بعد أن كان يعني ليلة خطاب الاتحاد عند 38%. النقطة الأخرى، خفضت وحدة الأصوات من الحزب الجمهوري المعارضة له والتي تلومه بشكل مستمر على مسألة التضخم ومسألة كورونا، والآن الحديث عن حالة مثل يعني ما يقال له في الداخل الأمريكي مهند rallying around the flag، هون في حالة اتحاد حول العلم الأمريكي واتحاد حول الرئاسة الأمريكية في مواجهة بوتين. والأكثر من ذلك، هناك إشادات حتى بأن ما يقوم به بايدن على المديين المتوسط والبعيد سيكون نصر استراتيجي كبير جدا لواشنطن في مواجهة موسكو التي حسب ما يقول هنا الخبراء والمحللين وقعت في خطأ استراتيجي في حساباتها بهذه المعركة في أوكرانيا وزجت بنفسها بمعركة خاسرة، حتى لو انتصرت فيها على الأرض ستكون موسكو خاسرة بعد ذلك بالحسابات السياسية مهند. فيما يتعلق مجدي بمسألة منطقة حظر الطيران التي يطالب بها البعض والتي على الأقل حتى الآن إدارة الرئيس بايدن تستبعدها بشكل كلي، هل هناك سيكون نقاش لهذه المسألة ربما في الكونغرس أو في أوساط أخرى؟
أبدا مهند، المؤشرات الأولية رفض تام من الجميع، من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين وبعد ذلك من الإدارة الأمريكية وطبعا الخارجية الأمريكية. ليس هناك أي صوت مؤيد لمنطقة حظر جوي أمريكية تفرض أو بالتعاون طبعا مع حلف شمال الأطلسي فوق سماء أوكرانيا. الجنرالات العسكريين السابقين الأمريكيين كلهم يحذروا من خطورة هذه الخطوة، والكل يقول أن نهج هذه الإدارة ونهج واشنطن هو احتواء الصراع وليس تمدده أو تسبب في ازدياده وتوسعه والدخول على أعتاب حرب عالمية ثالثة أو حرب نووية في مواجهة موسكو. مجدي يازجي مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك مجدي.